अच्छे हो फिर भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? तू बन जा, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। बस इसीलिए नहीं है। جيك من الاخر خالتي مريم بنتك تعتيزة، وسمحي لي يا خالتي على هاد الكلمة، عافاك مش قولهاش ماما حيت تسلخني بالكابلي. هذا هو حال الحب، الحب صعيب والفراق مصيبة. خالتي مريم حيت انا باقي صغير وحتى قلبي صغير قام كيتحمل هاد الشيء كيألم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. كذلات وباللي غتحل عينيك غتلقى في الأول غيبة ضرايف وني عقول الناس وفي الحب قعدة مولف مسكين حشوب. كتكونوا أصدقاء في الأول، من بعد الصداقة كيجي الحب، من بعد الحب كيولي إدمان، من بعد إدمان كتصروا لي لي بزاف، في الأخر كيجي واحد على غفلك تزوج لك باه قاصحه شوي ماشي شويه بزاف كاع تشا. انا نوريكم واحد لو طور دو ماج على التليفون كي شتي التليفون نغبروا واحد جوج ثلاثه مو تليفون نمي شوف 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 ارجع لنا قلبي معك مش قادر انسى هواك يا حبيبي يا احلى ملاك يا روح الروح. فاش كنت خاصمه وكنجي انا نهضر معك، هاد الشي ماشي معناته انك انت اللي عندك الحق وانا اللي غالط، هاد الشي معناته باللي انت اهم حاجة في حياتي وباللي انت اللي عندي، لانه ما بغيش نخسرك الاسباب تافهة اللي تقدر تخليني ندمو بجوج من بعد. وان تو تري عطيها العصير في كاس كبير، سير الله حبك شطاني فرفر، حبك سنطرو وطرطر، حبك مجانة سرسر، حبك روبيني شرشر، حبك منادى قرقر، حبك جميلة حرحر، حبك عينية غرغر، حبك راقلي ودر. السلام عليكم، اجو معايا نوريكم ديك البنت اللي كتزوج غير بسيمانة وملي كترجع لدارهم كلشي كيتبدل عليها وكتقلب البنت. شكون بنتي هي ماما؟ واخا تكوني ما عرفت فين، واخا تكوني يعني في السما السابعه، سمعيني كندق من قبل وكندق كاع الجيران كيطلوا. كنت كنغسل يا بنتي الماء انا كما سمعت الباب معاك، كنت كنغسل الماء انا والروبيني محلول كما سمعت. ماشي مشكل، وايلي راه من قبل كنصوني انا حتى كاع الجيران سمعوني كاع الجيران دوا. ماما كتبدلوش نتوما كاع هذا نهار كبير، هذا نهار كبير. مرحبا والف مرحبا يا بنتي، مرحبا 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 مرحبا. ماما عارفه اللي كاين، انا توحشتيني وكل شيء، ولكن عرفتي راه نتوما ولا بحال عايش في شي غابه نتوما ما عرفتش مالكم الدرجه الضيقه. انايا ما عرفتش، بلا ما نشرب واحد الكاس ديال اتي بعدا خصني نمشي للطواليت. فين جات الطواليت ماما؟
انا باغي نقرا ونفرح هذيك المره اللي عاشت سنين في القرا اجيو معايا نوريكم بعض البنات ملي تيكونوا خارج مع صحابهم للقهوه ولا ريستورون كي كيديروا ياكلوا وملي كيكونوا في دارهم كي كيكونوا كياكلوا كي اجيو معايا انا لما كانش لا فورشيت والموس ما كناكلش ما عنديش مع الخبز خبز بزاف بس انا قش بيا كتحرجني ها عوضو عافاك شي كلينكس عارف داك البراد واخا ما تخرجش بزاف عاري غاري ها شوفي حسن مول الحانة كما يسد جيب لي خبزة 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 هي الشعير انا جاية عاود لي اللقطة بلاتي ديالنا بوحدي انا جاية السلام عليكم وشرفت علاش دابا سنك تشوف هذا الفيديو حيت ربي بغاك تسمع من عندي هذه الدعوه سير الله يوقف معك الله يسهل عليك الله يعطيك كل ما فنيتك يلا قول امين جوني جوني eating sugar no papa telling lies no papa open your mouth اذا تحب الله حط لايك اذا تحب امك ضيفني اذا تحب الرسول حط لايك اذا تحب ابوك ضيفني ديروا لها قلبي لي راني نبغي ومازالي يا عمري راني ما انا في دال جاني سونجيا وراني راني راني وتوحشتك الواليدة وتوحشتك الواليدة ديما جبت الالبوم نقلب تصاور نشوف كنتي خليتك فاهمة يوسف فين وصلتي مع سناء ديك الدريه صاحبي اللي كنتي معاه وفين بغيتي نوصل معاه خويا صراحه كانت غير علاقه عابره وصافي واخا كتبغيني وناويه الحلال وهادي ولكن اخويا لا انا عارفنا اخويا انا كنضحك ونطلق ومصوت يا خويا انت وما كتقاداش اخويا والله ما كتقاد بالرب وبحالي بحالك اخويا وانت ديك الدريه اللي تلاقيتي معاه دابا 3 شهور هادي قلتي لي انت ناوي مع الحلال ولا واخويا الصراحه ما راه معاه والو حتى انا اخويا كنضحك ونطلق الله راسك راه في الحومه هذه انا وريها لك تجبس السنطه انا وريها لك ديزها في الحومه هاي 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 شنو هو ورا الخوادريه هذيك اصاحبي الخوادريه هذيك وريح اصاحبي ريح بنات الناس تضحك عليهم ملي تجي السنطه على اختك قد الدريه فيها راجل اصاحبي ريح اصاحبي مع راسك ريح كلمة واحدة تخليك مسحور حتى تحس بروحك داكور تخليك وتربها بميدور يا فخور كبير في الامور كلمة واحدة تخليك مسحور همالو همالو ضروري ضروري بنادم يعاون الوالدة مسكينة باش تبقى تقع علينا وداكشي الوالدة اجي هنا اجي هنا الوالدة
نوصف هذا الفيديو على اجمل شيء في الدنيا. عرفتوا شنو هو؟ الام. الام ثم الام ثم الام. وزليها راسها ليل ونهار صباح وعشيه، حيت هي احسن حاجه كاينه في الدنيا هذه. اللي عنده ميمته الله يحفظها ليه، واللي ما عندوش الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع امهات المسلمين. ديفينيتيف هي اللي خلينا ننساك ونشي فريمي. قالوا لي يا حبيبك عريس وجيت نقطع ضربني طبيس، حتى من دمي حرقوا البوليس ورا بلادي الغدرة بيا والغدرة. بغيت نعرف دوك لي كوب اللي ديما مشادين ديما مصاحبين ديما قالوا حبيبه قالوا حبي، غير قولوا لي واش هذا الشيء واش فري ولا غير كتبغوا تفقصونا؟ زعما كتبغوا تفقصونا ياك؟ انتم مساكني على اليمين او نايم سليتي سليتي مساكني. جول جول ينعل. شنو هذا؟ شنو هذا؟ لعنة الكرة اليوم على المنتخب التونسي. انا راه نسيتك وما ندمان قلبي حيد حمل كبير هزو من زمان، بصح من القلب محيتك وراني فرحان العيب فيا ماشي في تحياتي لكم. قل جملة أو مثلا مشهورا في لهجتك. خميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص. كرر هذه الجملة مرتين وبسرعة. خميس خباز خبز خمسات خبزات في المقبس. خميس الخباز خبز خبزات صافي. من أين أنت؟ من عين ظهرك. صافي وعصبتيني بركة من الأسئلة بزاف. وطريقي عمر أشوف هيدو هيدو كان شوك هيدو شوك من طريق وزيد بونسوار البنات، اليوم جبت لكم واحد الجيفواي اللي تخي تخي غيش. هاد الجيفواي كان هاد البومادة هادي. اللي زوين في هاد البومادة انه واحد ناقت فيها حبوبة، هنا ديت هاد البومادة ولو فيها جوج حبوبات. اهلا لا جوج حبوبات. اون سويت عندي لكم هاد الصابونة. هاد الصابونة البنات اللي كعانيوا من وجههم في الحبوب بحال طبس العدس، عتشدي هاد الصابونة تغسلي بها وجهك كل صباح، وجهك غادي يصفعن. ملامح ديال وجهك ما غاديش يبقاو، غادي يمشيو. اون سويت عندي لكم هاد البونجا البنات اللي كيعانيو من تساقط الشعر. حلي معايا عقلك، تشدي هاد البونجا عدي فيها التيد وغادي تفكي بها شعرك كل صباح كل صباح كل صباح. شعرك غادي يطيح كامل، ما غاديش يبقى انت غادي تهناي من الشعر داخل. اون سويت عندي لكم هاد القرعه. اللي زوين فهاد القرعه انك تقدري تعمريها بالماء وتشربيها. كيف ما كتشوفوا البنات هذا هو الجيفواي ديالنا. ها هو، نتلاقاو في الحلقه الماجيه. صافي قطع قطع وقتها. عايزة أفرح وأرقص وأضحك يا ناس، هي دنيا وبنعيشها مرة.
شابه